أهلا بكم. شهد اعتصام رابع العدوية حالة من التوتر بين المعتصمين في ساعات الفجر، حيث أعلن القيادي الأخواني صفوت حجازي من على المنصة أعلن أن مدرعات للشرطة والجيش تحركت باتجاه المعتصمين، لكن المحتجين تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع. مراسل الميادين نقل عن مصادر في رابع العدوية أن هناك حالة استنفار بين المعتصمين، وأكدت جماعة الأخوان المسلمين قد دعت إلى تظاهرة مليونية اليوم تأييدا للرئيس المعزول محمد مرسي وللمطالبة بعودته إلى الحكم. نفى نائب الرئيس المصري محمد البرادعي أن يكون قد عرض فكرة العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي مقابل فض اعتصام رابع العدوية، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك للقضاء. البرادعي وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة الحياة المصرية قال: لقد تخطينا مرحلة إقناع العالم بأن ما حدث في 30 من يونيو ليس انقلابا وإنما موجة ثانية من الثورة لتحقيق أهدافها، مؤكدا أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. أعتقد أقول للرئيس مرسي أن البلد النهاردة لا تحتمل المواجهة، وإذا كان ما زال لك رأي وقوة في أن توجه جماعتك فإنها توجههم بأنهم ينبذوا العنف وأنهم يبدأوا في مشاركة في الحياة السياسية، وأن زي ما أنا قلت لك يا شريف أن إحنا نرحب بكافة قواعد إخوان المسلمين أصابوا أخطأوا في الماضي، زي ما أنا قلت للرئيس محمد مرسي أخطأ، إنما الإخوان المسلمين ما زال جزء من الشعب المصري، الحزب النور جزء من الشعب المصري، السلفيين جزء من الشعب المصري. أأمل إن يعني لا نصل إلى الخصومة، إلى أن نهدم بلدنا بأيدينا. استنكر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي الدعوات إلى فض اعتصام ميدان النهضة ورابع العدوية، لافتا إلى أنه في حالة فض اعتصام رابع العدوية سيكون هناك 100 ميدان بديل له للتظاهر فيه. البلتاجي دعا إلى خروج الجيش من العمليات السياسية من أجل أن يكون هناك حلول مستقبلية لمصر. التقى وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عددا من ممثلي التيارات الدينية الإسلامية، حيث أكد على أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء هما ضالعان بمهام إدارة شؤون الدولة. السيسي كان قد وجه انتقادا إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما متهما إياه بتجاهل إرادة الشعب المصري وعدم تقديم الدعم الكافي لمصر، وأكد السيسي أن تدخل الجيش المصري لعزل مرسي كان لمنع حرب أهلية محتملة. أفاد مراسل الميادين في القاهرة عن وصول وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إلى مصر في أول زيارة لمسؤول قطري إلى القاهرة منذ عزل مرسي. الزيارة تأتي التي تستمر لساعات قليلة، يلتقي خلالها الوزير القطري عددا من المسؤولين المصريين بينهم نظيره المصري نبيل فهمي لبحث آخر المستجدات، فيما تحدثت وسائل إعلام مصرية عن لقاء وزير الخارجية القطري بالرئيس المصري عدلي منصور. تظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي حركة النهضة الحاكمة في تونس في ميدان القصبة في مليونية دعم الشرعية التي دعت إليها الحركة. مراسل الميادين في تونس أشار إلى أن المعتصمين رفعوا شعارات أكدت على دعم حكومة النهضة ورفض ما وصفوه بالانقلابات. ويأتي هذا التحرك للنهضة بعد سلسلة احتجاجات للمعارضة تطالب بإقالة الحكومة منذ اغتيال المعارض محمد البرهمي، لا سيما الاعتصام المتواصل أمام مقر المجلس التأسيسي التونسي. الشعب التونسي وانظهروا للعالم الكل وانظهروا للمجموعة هذه الانقلابية اللي الشعب هذا كله متوحد مع الشرعية ومع المجلس التأسيسي ومع الحكومة متاعه. لنا جميع ولنا نلبسوا ولنا نخرجوا ولنا نصلوا نمشوا للجوامع حرية تامة، تلبسي اللي تحبي تغمضي حجاب اللي تحبي تلبسي، مش كيما قبل نصلوا بالحاكم نخرجوا بالحاكم يشدونا هزونا كيكة فرشاتة بزازة هزونا ما يضربوا بيبا.
تستمر الأزمة السياسية في تونس مع إصرار حركة النهضة على التمسك بالعرايض في رئاسة الحكومة، ما يمنع التفاهم مع المعارضة على حكومة جديدة، خصوصا مع إصرار المعارضة على تشكيل حكومة إنقاذ وطني. شروط وشروط مضادة هو العنوان الطاغي على مشاورات الساعات الأخيرة ما بين الترويكا الحاكمة في تونس والمعارضة، فالإبقاء على المجلس التأسيسي وعلي العريض في رئاسة الحكومة شرط حركة النهضة في أي حوار، وهنا يقع الخلاف مع المعارضة، فاغتيال البراهمي وأحداث الشعنبي فتحت الشهية لأحزاب المعارضة برفع سقف مطالبها بفتح صفحة سياسية جديدة تكون النهضة خارجها. عندما نحافظ على المجلس ونحسن أداؤه وعندما نحافظ على رئاسة الحكومة بحركة النهضة نتحاور بعد ذلك في كل ما هو مطروح وكل الأطروحات وكل المبادرات جديرة بنظر، فقط نحن نستبعد الأطروحات العالمية. ظرف نتاع البلاد يقتضي حكومة محدودة الحدد خارجة على التحصصات الحزبية، ترأسها شخصية وطنية مستقلة غير مطعون فيها، يحصل حولها توافق وتتكفل هذا الأساس، تتكفل في بحر بعض الأشهر لإعداد الظروف المناسبة للانتخابات ديمقراطية ونزيهة. في ظل انتظار تونس لانتهاء مهلة الأيام السبعة التي أعلنها الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الحكومة، تقف البلاد إذن ما بين رؤية للحكومة وأخرى للمعارضة، وتبقى تفاصيل الحل ضائعة على الأقل حاليا ما بين كواليس المحادثات. الحكومة فقدت رصيدها، المجلس التأسيسي فقد رصيده، الثقة لم تعد موجودة، يدخلون إلى المفاوضات ويخرجون منها كما دخلوا بدون أي شيء، كلهم يضربون في سقف عالي ولا أحد يتواضع، لا أحد يقدم فكرة جيدة، فكرة نستطيع أن نهندسها سياسيا. هي رؤية سياسية تبقي الوضع لا يريح مكانه، ما يثير المخ لدى الكثيرين من أن تتحول الأزمة السياسية الحالية إلى أزمة ذات أبعاد أمنية تفقد تونس استقرارها. أي حل للأزمة السياسية في تونس؟ تعددت المبادرات، تعاقبت المشاورات، وغابت التوافقات، والشارع يحكمه منطق الانقسامات والمزايدات، ويخشى أن يتحول الوضع فيه إلى صدام. عماد شتارة، تونس الميادين. من جديد أهلا بكم. كشفت مصادر خاصة للميادين عن أسماء الوزراء في حكومة الرئيس حسن روحاني الجديدة، وسيتولى إسحاق جهانكيري منصب نائب رئيس الجمهورية، وسيتولى وزارة الخارجية محمد جواد ظريف وهو كان سفيرا لإيران في الأمم المتحدة بين عامي 2002 و2007، وسيتولى وزير الدفاع السابق علي شمخاني حقيبة الداخلية، كما سيتولى حقيبة الدفاع حسين دهقان، وتم تعيين وزير الدفاع السابق في عهد رفسنجاني محمد فروز بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي. وتضم الحكومة الإيرانية الجديدة سيد محمود علوي الذي سيتولى وزارة الأمن، وبيجن زنكاني لوزارة النفط. أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قبوله استقالة نائبه الثاني عوض البرعسي التي كان قد قدمها في وقت سابق من ليل السبت الأحد. البرعسي كان قد قدم استقالته بسبب ما وصفه بعجز الحكومة المؤقتة عن أداء عملها في الحفاظ على الأمن، مشيرا إلى أن انعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة المؤقتة عطل من عملها. من جهته أكد رئيس الحكومة أنه لم يبلغ باستقالة البرعسي قبل إعلانها في وسائل الإعلام، لكنه قبلها. أعلن البيت الأبيض أن مستشارة الأمن القومي سوزان رايس عقدت اجتماعا لبحث التهديدات المحتملة التي تحدث أو تأتي من شبه الجزيرة العربية، ودمج الاجتماع وزيري الخارجية جون كيري ودفاع تشاك هيجل إضافة إلى قيادة أمنية أمريكية. هذا الاجتماع يأتي بعد أعلان واشنطن إغلاق 21 سفارة لها حول العالم، بينها 15 سفارة في دول عربية. معلومات استخباراتية هي الأكثر تحديداً بحسب مصدر عسكري أمريكي وراء قرار إغلاق السفارات. المعلومات تفيد أن خلايا تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تخطط لهجمات على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، آسيا الوسطى وشمال إفريقيا، بحسب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس.
واشنطن أصدرت أيضا تحذيرا عالميا لرعاياها من السفر برغم أن التهديدات المحتملة قد لا تقتصر على أهداف أمريكية. مسؤولون أمنيون أشاروا بأن الخطر يتزايد مع اقتراب ليلة القدر وعيد الفطر وخصوصا على السفارة الأمريكية في اليمن، أمر دفع لندن وباريس إلى إغلاق سفارتيهما في صنعاء، في حين نفى ناطق باسم الاتحاد الأوروبي علمه بأي تهديد إرهابي ضد السفارات الأوروبية الأخرى، لكنه أكد أن دبلوماسي أوروبا يستمرون بالتواصل مع نظرائهم الأمريكيين لتحديد الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تهديد محتمل. هذا الإغلاق الاحترازي هو الثاني خلال 6 أشهر، فقد أصدرت واشنطن تحذيرا عالميا في شباط فبراير الماضي حذر من شن تنظيم القاعدة هجمات ضد المصالح الأمريكية. إجراءات لدواعي أمنية كهذه كانت متبعة من قبل بسبب هجمات طالت السفارات الأمريكية كما في نيروبي ودار السلام عام 98، إلا أن وتيرتها تزايدت بعد إحراق السفارة الأمريكية في بنغازي العام الماضي ما تسبب بقتل 4 أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز. قانون إعلامي جديد في الصومال يثير جدلا في الأوساط الإعلامية. اتحاد الصحفيين دعا إلى مراجعة القانون فيما أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها حياله. أثار قانون الإعلام الحكومي الجديد موجة من الانتقادات الدولية بانتهاك حرية التعبير وتكميم الأفواه. الأوساط الإعلامية ترى في القانون سلاحا آخر لانتهاك حقوق الصحفيين، وضمن البنود التي وردت في القانون يتعين على الصحفيين كشف مصادرهم السرية للسلطات الأمنية، موقف أثار ضجة إعلامية يؤكد الصحفيون أنه يضاف إلى جملة المضايقات والمصاعب التي يواجهونها أثناء أداء مهنة المتاعب. نطالب الحكومة الصومالية أن تجري التعديلات اللازمة لشرط البنود التي تنتهك حرياتنا قبل أن يمرر البرلمان القانون. هنا يلتئم اجتماع حكومي مع الصحفيين للبحث عن آلية وصيغة جديدتين للقانون ولإسقاط ما يرى الإعلاميون فيه تضييقا لحرياتهم التي يكفلها الدستور الصومالي. القانون يحوي بنودا تعوق مسيرة العمل الصحفي. قدمنا اقتراحات للحكومة لمراجعة القانون قبل أن يطبق. وزارة الإعلام الصومالية تعد الأجهزة الإعلامية بمراجعة تلك البنود التي يقولون عنها إنها تمس حقوقهم الإعلامية وتقوض حرية التعبير. الإشكاليات التي يحويها القانون الذي من المفترض أن يقدم للبرلمان الصومالي سيتم تعديلها من قبل السلطات التشريعية. الأمم المتحدة عبرت عن مخاوفها من تضييق حرية الإعلام ودعت الحكومة الصومالية إلى إعادة النظر في هذا المشروع الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في غضون الشهرين المقبلين. نحن نبدي مخاوفنا من هذا المشروع الحكومي. القانون غامض ويمكن استخدامه لقمع حرية التعبير والإعلام. أكثر من عقدين من الزمن عاش خلالها الإعلام الصومالي دون تشريعات أو قوانين حكومية تذكر، ففرض قوانين على الإعلام الحر صراع آخر مع أجهزة إعلامية تتربص بالحكومة. بإصدار قانون جديد للإعلام اتخذت الحكومة الصومالية خطوة جريئة إلى الأمام لتصحيح مسارات الإعلام، لكن تلك الخطوة هذه تعرضت لانتقادات دولية ومحلية، فهل تتراجع الحكومة الصومالية عن خطوتها أم ستواصل المشوار؟ فالطريق إلى الألف ميل يبدأ من خطوة. شفيع محمد، مقدشو، الميادين. الأمن والأمان والاستقرار والخير للسودان وأهله جل ما يتمناه ويأمنه مواطنو هذا البلد في شهر رمضان المبارك. بتمنى بس انا كل البلد دي تكون في امن وامان وسلام، وكلنا نصوم ونفطر على خير، ودايرين السودان ده كله يعني عامه كده، يعني كلنا نكون مستقرين تامين وسالمين، ما دايرين اي مشاكل، ما دايرين اي حاجه، ونصوم على خير.
فقرة صور ومع فقرة صور من الماضي الحاضر. والآن ماذا جاء في عالم الصحف العربية صادرة صباح هذا اليوم مع زميلة بيسان طراف؟ يعطيك العافية بيسان. صباح الخير تفضلي سلمى. السلام عليكم مشاهدينا. نبدأ الصحف العربية لهذا اليوم مع صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت مجزرة على الحدود وتوتر في البقاع الشمالي، كونيلي للنهار على زعماء الاقتداء بسليمان. نقرأ أيضا في النهار اتصالات حكومية بالإخوان للمصالحة وتسوية سلمية للاعتصامات، وأنصار مرسي مستعدون للقبول بمعادلة تستثنيه بعد السيسي. الانتربول يوجه تحذيرا عالميا من خطر هجمات، وفرنسا تنضم الى الدول التي اغلقت سفاراتها في اليمن. صحيفة الدستور النسور اعباء إضافية على القطاع الصحي جراء اللاجئين، وايضا في النسور نقرا المعارضة تسيطر على مخازن ذخيرة قرب دمشق، اتهام النظام بتصفية مئات المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعية. ونقرأ أيضا في الدستور التحالف المؤيد لمرسي يبدي مرونة لحل الأزمة في مصر، إنذار ثان للإخوان بإخلاء رابعة والنهضة. ننتقل إلى صحيفة الثورة، قواتنا المسلحة تعيد الأمن إلى كفر نجد بريف إدلب وتعثر على نفق في برزي وتقتل عشرات الإرهابيين من النصر. روحاني يتسلم مهامه رسميا رئيسا لإيران. الاعتدال لا يعني العدول عن الأصول. وأيضا نقرأ في الدستور الداخلية تجدد دعوتها لأنصار مرسي بفض الاعتصام وتؤكد أن مستقبل مصر يقرره أشعب. ننتقل إلى صحيفة القبس التي عنونت 10 وزراء عائدون، الكندري محلل وغربلة الأسماء للصحة، الحكومة محايدة في انتخابات رئاسة المجلس، الحمود نائبا أول ووزيرا للدفاع والخالد للداخلية. ننتقل إلى صحيفة الصباح، اعتقال قتلة الجنود الخمسة في الرمادي، وأيضا الكردستاني لن نعترض على ولاية ثالثة للمالكي، وفد عسكري كردي يصل إلى بغداد. وأخيرا مع صحيفة اليوم التي عنونت الولايات المتحدة تغلق سفاراتها اليوم عبر 21 دولة من بينها الجزائر بسبب مخاوف أمنية من هجمات للقاعدة. وفي العنوان ومع العنوان الأخير من صحيفة اليوم رابطة حقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر بشأن استفحال ظاهرة الانتحار حرقا. هذا أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية لهذا اليوم. عودة